بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة زرع الفضائل في الأطفال. خدنا ألف احترام، ب بشاشة، ت تأديب، س ثقة، مش كده؟ ج جرأة، ناخد ح حوار. زرع الحوار في الأطفال في الزمن ده بالذات أصبح ضرورة، لأنه إحنا بنشوف شاب أو شابة جريء بيعرف يتحاور، بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يسمع ويرد، بيعرف يتناقش. بنشوفه كزوج بعد كده زوج مستمع جيد ومحاور جيد، ويوصل مع مراته لتفاهم. كزوجة إنسانة تعرف تتكلم كويس، عارفة تتفاهم مع جوزها، عارفة تحاور ولادها. إنما الظواهر اللي احنا شايفينها إنه جواز مهزوز والشباب بيعرفش يتكلم أحيانا، هي دي كلها كانت ممكن تتصلح لو زرعنا في الطفولة مبدأ الحوار. وبرضو احنا كل مرة نقول ربنا يسوع هو مرجعنا. ربنا يسوع ربى تلاميذه وهم زي الأطفال روحيا، ربهم على الحوار. يعني المسيح لو المجد كان ينكش تلاميذه ما كانش يوعظهم على طول. مثلا ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان؟ طب ما أنت يا رب عارف. طب أنتوا بتقولوا علي إيه؟ يكمل. جابهم مرة يوم الخمس خبزات، قال لهم يكفيهم أكل بقد إيه الناس دول؟ ففيلبس قال له ما يكفيش ب200 دينار. طب ما تقعدوهم. طب لا مش هنقدر. ياخدوا على الحوار، يتكلم معاهم. وكانوا بيتكلموا معاه بجرأة لأنه علمهم يتحاور وعلمهم يسمعوا بعض. وكان في أسئلة كتير المسيح سألهم، مثلا فيما كنتم تتكلمون في الطريق؟ اتكسف لأن كانوا بيتكلموا مين الأعظم. لو درسنا حياة ربنا يسوع له المجد مع التلاميذ هنلاقي أنه مع بساطتهم خلفيتهم الثقافية بسيطة، صيادين وعشارين. الحوار ده على فكرة ثقافة تحتاج إلى نوع من التحضر. إنما ربنا يسوع وصل الموهبة دي لتلاميذه فبقوا عارفين يتحاوروا. على فكرة في مجتمعنا المصري عموما، وبرضه أنا مش بعمم، الحوار ضعيف قوي. يعني حتى لو فتحتوا التلفزيون واتفرجتوا على حوار تلاقوا الناس ما بتعرفش تتحاور، بينطوا في بق بعض وبيقطعوا بعض، وواحد يكون بيتكلم في نقطة تانية يطلع في نقطة تانية خالص، ويتعصبوا على بعض. يا جماعة ألف بالحوار، يعني أي ناس متحضرة تعرف خلص جملتك وبعدين أنا أقول جملتي وبعدين التالت يشارك. ولو عدد كبير لازم الواحد يرفع إيده عشان ياخد دوره في الحوار. إنما العشوائية دي والهمجية دي والصوت العالي وكل واحد في اتجاه، ده يدل على أن ثقافة الحوار حتى عند بعض مدعي الثقافة، في ناس بتدعي انهم مثقفين الحياة مش عارفينها. لكن الحوار الطبيعي في مبادئ، ودي الطفل يتعلم. لأن لو زرعتها في الطفل، الحقيقة الحوار فن والحوار متعة في الحياة. لأنه حتى الفلاسفة والفنانين يقول في حوار بينك وبين الطبيعة. يعني تصوروا أن العصفورة بتحاور الإنسان، الوردة بتحاور الإنسان، لأن المسيح علمنا كده. قال بصوا العصفورة دي بتقول لكم إيه؟ ما تهتموش، لأنها لو واحدة منهم على البيعة لو وقعت لازم تاخد إذن من ربنا. بصوا الوردة شوفوا ألوانها، ولا سليمان في مجده. يبقى الوردة بتقول لكم ما تعلوش الهم. فربنا يسوع علمنا أن إحنا كل شيء قابل للحوار. كمان ما تنسوش ان الحوار هو اساس فكرة الصلاة. هي الصلاة معناها ايه؟ حديث مع الله. طب هو الحديث تجاه واحد؟ لا، اسأله تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. واخدين بالكم؟ يبقى هي عبارة عن حوار. والمسيح بيتكلم، انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح ادخل وايه أتعشى. هما الناس بتعمل إيه على العشاء؟ تحكي، يقعدوا يحكوا،
إذن ربنا يسوع بيتكلم عن حكاوي حوار، لما يقول متى صليت ادخل مخدعك واقفل بابك واعمل ايه، صلي لابوك، صلي لابوك يعني حكي. عشان كده حتى لما بتوصل الصلاة انها طص كلام كده، المسيح نبهنا وقال لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. انا مش عاوز كده، انا عاوز الصلاة حوار. ما تقروا بقى صلوات دانيال ولا عزرا ولا نحمية ولا موسى النبي ولا ابونا ابراهيم، ولا تتفرجوا على طعم الصلاة اللي مبني على الحوار. مثلا ابونا ابراهيم بيتكلم في سدوم وعمورة، يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، افرد فيها 50 بار، أتهلك البار مع الأسيم؟ يقول له لا أهلك من أجل 50. قال له طب لو نقصوا 5 تهلك من أجل 5؟ يقول له لا أهلك من أجل. ويبتدي والحوار مكمل. إذا احنا لما بقول نزرع فضيلة الحوار في عيالنا، احنا بنديهم حياة جميلة ممتعة. لأنه في واحد يركب مواصلة يتحاور مع الشخص اللي جنبه ويستمتع بالحوار، وعلى فكرة المحاور الجيد يتحاور مع أي شخص، مع الطفل ومع الكبير، مع المثقف ومع الجاهل. الحوار مش لازم يبقى الناس بتعرف مستوى معين، لا. وطبعا الحوار غير الرغي، الرغي غير الحوار. الحوار دايما له هدف، وبنسمع بعض وبنستفيد من بعض، والحوار بيدفي الجو، بيقرب المسافات، بيعمل محبة. اتفرجوا على حوار المسيح مع السامرية. طب دي ست مش جاهزة خالص للكلام، ليست متدينة ولا يهودية، ولا هي إنسانة كويسة، ولا من تلاميذه ولا مقدرة، لكن فتح حوار ممتع مع نيقوديموس، حوار قوي جدا مع المولود أعمى، حوار آخر. إذن ربنا يسوع له المجد. الحوار يعني أداة من أدواته الطبيعية، لدرجة في العهد القديم يقول هلما نتحاجج يقول الرب. نتحاجج يعني إيه؟ يعني أقول رأيي وتقول رأيك، قول حجتك وأنا أقول حجتي. إلى هذه الدرجة ربنا بيحب الحوار. تعالوا ندخل في زرع الحوار في الأطفال. إحنا تاني بنراجع كل مرة تكرار يعلم الشطار، القدوة، الصداقة، والتأديب. 3 دول مهمين في زرع أي فضيلة في ابنك، بداية من القدوة. أذكر طفل مرة قال ما معناه، أنا ما بخافش من حاجة يا ابونا، لأن ماما لما بتحصل مشكلة بتدخل وتحكي مع ربنا فالمشكلة تتحل. الطفل لقط دي، أن ماما بتعرف تحل كل المشاكل. تعمل إيه؟ تدخل الأوضة وتقفل تحل كل المشاكل. ليه بتعمل ايه يا حبيبي جوه؟ بتحكي مع ربنا. هي دي الصلاة بالنسبة له. إذن القدوة الأم البسيطة دي علمته ان احنا بنحكي مع ربنا، وبدل حكينا مع ربنا خلاص الموضوع عنده مش عندنا. فالقدوة تبدأ بين حوارك انت ومراتك قدام عيالك، وحوارك انت وربنا في صلاتك. يا بخت الطفل اللي بيتفرج على حوار بين راجل وست، أب وأم، يعني ناجح. لأن خلينا أقولكم أغلب البيوت بعد 5 دقايق الحوار يا يسكت يا يقلب خناق بين الراجل ومراته، يا يقفل لأنه إيه واحد منهم يقصر، يعني يكبر دماغه لأن شكلها إيه ما فيش فايدة. فساعات الست تلاقي الراجل ما بيتفهمش، والراجل يلاقي أن الست ما بتسمعش، فتلاقي واحد طيب وخلاص ونقفل. طبعا ده معناه أنه ما فيش حوار، ده فشل. إننا تصوروا أن الطفل قاعد يستمع إلى والديه بيحكوا بالنص ساعة والساعة، وبيحكوا بيهتبوا بيتكلموا بيسمعوا بعض. ما هو الحكاوي معناها هو بيسمع وهي بتسمع، وهو بيحترم رأيها وهي بتحترم رأيه. والطفل من غير ما يفهم يعني كلمة احترام الرأي هو لقطها، لما أتكلم لازم حد يسمعني، ولما حد يتكلم لازم أنا أسمعه. دي حاجات بديهية. لكن الطفل اللي طالع الناس بتزعق في بعض، يبقى مفيش حاجة اسمها حوار. أو خدوهم بالصوت، في واحد يعلي صوته عشان يقفل الحوار، باظت. أنت مش بس بوظت علاقتك بمراتك، أنت كشوهت فضيلة الحوار في ابنك. لأنه هيطلع يا بيخاف من الكلام يا بيتكلم ومش مستعد يسمع. لكن أنت طلعت شاب ممكن معرفش يتجوز، ممكن معرفش يشتغل. الشغل في الزمن ده محتاج
بالذات إلى شخصيات قوية تعرف تسمع وتتحاور. والشخص القوي اللي عنده قيادة، روح قيادة، القائد لابد أن يدير حوار. شطارة أي قائد، والمسيح عاوزنا كلنا قادة على فكرة، مش منقادين، قياديين. مش لازم يعني نبقى موسى النبي يعني، لكن عندنا دايما فكرة نور العالم يبقى أنت القائد، منارة فوق. فأنت عشان تبقى قائد المفروض تبقى قيادي في إدارة أي حوار، تعرف تفتح الموضوع إزاي، تعرف توجهه إزاي، تعرف تسمع إزاي، تعرف يعني تقفل على الناس اللي بتطلعنا بره الموضوع وهكذا. فأولا القدوة، القدوة طبعا. ما أجمل بقى أن تبقوا الناس قاعدة على العشاء مثلا، بالذات لما أولاد يكبروا شوية بقى، يبتدوا يبقوا في ابتدائي، وبعدين واحد منهم يتكلم. ما ينفعش واحد من الكبار يقطعه، ودي غلطة مشهورة جدا في مصر، أن الطفل يتكلم ألاقي أمه بتتكلم في حاجة تانية أو بترد على الموبايل. مش ابنك كان بيكلم؟ مش ابنك ده بني آدم محترم؟ يعني إيه تردي على الموبايل؟ استأذني منه، ممكن أرد على الموبايل؟ تستأذني. لأنه لو هو بيتكلم وما كملش جملته وانت رديتي واهتمتي بالموبايل، الرسالة معناها إيه؟ أنت مش مهم. هي دي الرسالة. أو كلامك ملوش لازمة. يبقى لازم نحترم رأي الصغير وهو بيتكلم. لازم نسمعه، لازم نديله فرصة يخلص جملته، يعبر عن نفسه بطريقته. لأن كل ده يخليه يتشجع ويتكلم تاني. ولو كان بيتلجلج أو بيتهته هيظبط نفسه لوحده. لو احنا احترمناه وشجعناه وسبناه يتكلم وسمعناه وردينا على اللي بيقوله بأدب من غير ما نستهين ونستقل بكلامه أبدا. فالقدوة أساسية. تاني حاجة الصداقة. الصداقة قلنا أساس من أساسات التربية. صادق عيالك، والصداقة مبنية على الحوار. كم واحد فيكم بيحكي مع أولاده، بينكشهم في حياتهم؟ احنا عادة مش بنتابع أولادنا صح. احنا بنتابعهم ايه؟ خلصت مذاكرة؟ طيب تحقيق، يعني تحقيق غير خالص الصحوبية. افرض مثلا بنتك عاوزة تحكي عن صحبتها، انت الموضوع ممل بالنسبة لك، انا مالي بصحابها. لا اسمعيها واعملي نفسك متحمسة ومهتمة وادخلي في تفاصيل اصحابها، لان اصحابها بالنسبة لها حاجة مهمة قوي، وعيشي معاها خيالها ورغباتها، تقومي تصاحبيها، وهي لما تسمعك بتسألي وتستفهمي وبتعلقي، هتحب تحاورك وتصاحبك وهكذا. عشان كده ساعات الجدود والجدات يبقوا أفضل، لأن بيبقى وقتهم أحسن ونفسيتهم أحسن، فتلاقيهم هم اللي إيه عندهم قدرة على الحوار أكتر من الأب والأم اللي إيه بيهروا ويجروا وبيفركوا ومستعجلين وعاوزين الأكل والشرب والمذاكرة والكلام ده. التأديب معناه حط قواعد للحوار. يعني تقول لابنك استنى لما ماما تخلص كلام، ما تقطعهاش، فيسمع إن في قواعد، إنه ما يصحش تقاطع. لا أنت خرجت بره الموضوع، الموضوع ما كانش كده. لا مفيش داعي إنك تتضايق دلوقتي، لأن إحنا بنتفاهم، نخلص تفاهم الأول وبعدين نشوف هنعمل إيه. أنت بتعلمه مبادئ، ومفيش حاجة يسيب القعدة ويمشي، ولا أنت تعمل الحركات بتاعت العصبية دي، إن واحد ما يعجبوش الحوار فيقوم. لا ده شغل ناس ما بتعرفش تتحاور. ده المسيح كان بيحاور اليهود المستفزين، لكن ما كانش يقفل القعدة ويقوم وخلاص. طبعا احنا عندنا أزمة في دخول الحوار كنيستنا، يعني بالرغم ان الكنيسة القبطية مبنية على الحوار بدليل الليتورجية، احنا في القداسات ما عندناش حاجة اسمها ابونا يقول لوحده. ده ابونا ما بيكملش 3 دقايق ولازم الشماس يرد والشعب يرد، وفي قرايات، وفي قبلوا بعضكم بعضا، وفي حركة التناول. إذا في دايما أخد وعطا، في تبادل كده. ما تحسوش أبدا إن في انفراد شخص، ولا حتى في الصلاة الكنسية بتاعتنا. وفي التسبيحة تلاقوا مرابعة، ما هي المرابعة دي نوع من الحوار، عشان ما يبقاش في معلم انفرد بالميكروفون وعمال يسبح لوحده والشعب في وادي تاني. إذا الكنيسة مبنية تماما على فكرة مكلمين بعضكم بعضا، هي دي فكرة الحوار.
ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ده احنا ممكن نتحاور مع أولادنا في اللي بيتفرجوا عليه. يعني تصور طفل بيتفرج على فيلم، ممكن تناقشه هو ليه عمل كده؟ طب هو كأنك بتستفهم، ويبقى هو مبسوط انه بيشرح لك، لكن وانت بيشرح لك وتعلق انت هتعمل له نوع من الفلترة، لألا تكون من التلفزيون في فكرة وحشة داخلة. فانت بتحلل معاه المواقف عشان يتعود ما يستقبلش كل حاجة كده عمياني. لا، في حاجات كتيرة قوي بتتقدم غلط. فانت عاوز تزرع مبادئ عن طريق الحوار. الحوار فن، والفن مش صعب، لكن عاوزين احنا نتعلمه يكبر ونعلمه لأولادنا.